لكنهم مع تنوعهم يجمعهم شيء واحد، وهو أنهم يمثلون المشروع الصهيوني، المشروع الصهيوني لقمع الثورات العربية ووأد تطلعات الشعوب التي تريد الحرية والكرامة، لأن في نجاح هذه الثورات ونجاح هذه الشعوب خطر كبير على الصهيونية. تتوسع المقاومة، كل ما تتحرر بلد من البلاد العربية تحصل على حريتها، معناه مشروع المقاومة ضد الصهيونية يتقوى ويتوسع. ولذلك يعني هم وخدامهم في المنطقة، وعلى رأس هؤلاء الخدام السعوديون والإماراتيون والمصريون مرتزقة. إذن المشروع مشروع صهيوني، وهذه الأطراف كلها تمثله، والذي يعني حمل كبره ووزره هم من يدفعون هذه الأموال المرتزقة، السعوديون والإماراتيون. العدو الأول الآن للشعب الليبي، الذي يقتل الشعب الليبي والذي يغزو ليبيا، العدو الأول هم السعوديون والإماراتيون، لأن بأموالهم تشترى المرتزقة ويشترى السلاح وتشترى الذمم، ذمم البيت الأبيض وذمم الدول الأوروبية وذمم روسيا، كل هؤلاء يشترون بأموال الإماراتيين والسعوديين. فالعدو الأول الذي يجب أن يصنفه الشعب الليبي في الدرجة الأولى هم حكام السعودية وحكام الإمارات.